في مقولة كده ساعات الواحد بيسمعها لبعض المرضى اللي بنكتب لهم علاج للكوليسترول، ان خلي بالك دواء الكوليسترول ده وحش، دواء الكوليسترول ده بيضر الكبد، ده بيعمل في العضلات. الحقيقة يعني دواء الكوليسترول ده بأدوية الكوليسترول اولا لازم علشان تتاخد يكون في سبب، ويكون الطبيب بتاعك اقتنع ان انت عندك من عوامل الخطورة اللي تستحق انك تاخد دواء الكوليسترول. ثانيا، أدوية الكوليسترول بتتاخد بقى لها عشرات السنين، وثبت بما لا يدع مجال للشك ان نسبة الاعراض الجانبية فيها الحقيقة تكاد تكون معدومة الا في حالات نادرة. وحتى في هذه الحالات ما تقلقش، لان لو حصل اي اعراض جانبية واضطريت تقلل دواء الكوليسترول بتختفي بسهولة، وما ثبتش ابدا انه بيعمل تأثير دائم او دامج او تلف في اي عضو من اعضاء الجسم. اذا بطلنا العلاج الحقيقة هترجع تاني الوضع كما هو عليه. أرجوك ما تخليش الكلام على إن دواء الكوليسترول يضر يمنعك إنك تاخد حاجة مفيدة ممكن تمنع أزمات قلبية أو تمنع أزمات في شرايين الجسم.